محطة من المحطات المؤتمرات النقابة كتكون محطة لمراجعة الآلية التنظيمية التي نشتغل بها، نسائلها هل فعلا أدوات ناجعة حققنا من خلالها مكاسب. بالنسبة للنقابة الوطنية للصحافة الرياضية، نعتقد بأننا فخورون بما حققناه في هذه الأربع سنوات. تعلمون على أن النقابة فازت بالمجلس الوطني للصحافة كتنظيم ذاتي أول في شمال إفريقيا والمغرب العربي. تعلمون كذلك أن مؤخرا النقابة في شخص أمينها العام تترأس أكبر تجمع صحفي في العالم اللي هو الفيدرالية الدولية للصحفيين. بطبيعة الحال هذه المكاسب تطرح علينا أسئلة، هل أدينا كنقابة دورنا أمام المهنيين؟ وهذا المؤتمر يكون مناسبة لمساءلة أولا المكاسب من أجل توطيدها، ومساءلة الثغرات التي يمكن أن نتجاوزها من خلال تغيير بعض القوانين التي نرى أنها تقف حجر عثرة في تطوير العمل النقابي. مؤكد على أن السياق الذي يعقد في هذا المؤتمر هو سياق يطرح علينا كثير من الأسئلة، منها مسألة الأخلاقيات في المهنة، منها تنظيم المهنة، منها كثير من المشاكل التي تطرح بالنسبة للزملاء فيما يتعلق بالملائمة في العمل الإلكتروني اللي هو أصبح يعني الوافد الجديد والقوي في العمل الصحفي. هذه الأسئلة سنحاول أن نتداول فيها، ومن المؤكد على أنه يجب أن تنتبهوا على أن النقابة عقدت مؤتمرا قبل سنتين، وهو المؤتمر الذي نسميه مؤتمرا للتفكيري في القضايا المرتبطة بالجانب الفكري للنقابة، وعندنا فيه كتاب موجود بالتوصيات التي ناقشناها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.